أعتقد أن قضية يعني ما يمكن أن يقال على الإشكالية ديال صندوق المخاصة وديال الدعم، فمن بلش نقول أكثر ولا أحسن مما قاله الأخ بوسكاس. نبغي نذكر بأن فعلا هذا الصندوق بالرغم من التطورات التي عرفه فهو صندوق له أكثر من 70 سنة، بحيث أنه أنشئ لأول مرة ربما في 1941، حينما عرف تطورات، لأن ربما من اللي بدا وراه مستعد للكريكواسيون، من اللي بدا كان المشكل هو لا ستابيليزاسيون دي بوي دي ستابيليزي، بمعنى أن في نظري هذا الشيء ما بحث شيء، ولكن ربما ممكن نتفقوا عليها، في نظري أن ذاك الوقت المشكل اللي كان مطروح 41 الحرب العالميه يعني الناس اللي في المغرب، وهو ان يعني اتمام الاسعار التي كانت يعني ترتفع بقوه وتنخفض، وكان ضروري ان يوقع واحد النظام ديال الاستقرار ديال هذا الاتمام. ثم المجتمع انذاك كذلك نفكروا فيه شنو كان، كانت يعني فئه ديال المستعمرين وهي يعني قليله، وهي ربما هي اللي كانت كتستهلك اكثر المواد يعني المستورده، وكانت واحد يعني الشريحه ديال لي زوتوكتون لي زانديجين اللي يعني ما كنشوفوهم ديك الساعات، لا 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 بورجوازي لا بوتيت بورجوازي ديال ذاك الوقت ما كانش يعني كثير. اذا الفكره ديال واش كيستافدوا الناس اللي ما كيستحقوش او لا كذا ما كانتش مطروحه بزاف، وبقات الامور بالطبع اليوم هذا طبيعي ان عندما يكون دعم لبعض المواد فمن يستفيد من هذا الدعم هو من يستهلك اكثر، هو من له القدره الشرائيه باش يستهلك اكثر. اذا بدا التفكير لان التفكير ماشي ان التفكير هكذاك يعني غير في السماء، لان المشكل الثاني اللي مطروح خارج من العداله الملكيه وهو ان الكتله ديال المخصصه لهذا الدعم صارت وتعطى الارقام وتعطى الموتيفيكاتور وصلت لواحد القدره اللي تيصعب التحمل ديالها. مع ذلك لابد كذلك لان اذا طرحنا المشكل غير هكذا غادي يقدر يبان بان راه ساهل، راه خصنا نديروا العداله وخصنا الدوله نحيدوا عليها هذا الشيء، وشكون هذا من اللي كيستهلك هي. ولكن ما نساو شيء ان هاد الكتله اللي مخصصه الماليه اللي مخصصه لهذا الصندوق راه كتأدي واحد الوظيفه اجتماعيه كذلك، راه يعني تنخلصوا بها الثمن ديال واحد النوع ديال الاستقرار. لكن الصعوبات كتوجد في كيف تحديد هذا الشيء، تنعرفوا بان راه كتعرفوا هذا الشيء كلكم ان يعني الاستاتيستيك ديالنا والمقاييس ديال الاخبار وديال التحديد راه صعبه، ان غير تجربه بسيطه شفناها في الرامل وتلقاو يعني ان نفس المنطقه كاين يعني صداع، هذا مهم ومهم جدا. ثم لما تنهضروا على الطبقات المعوزه راه يعني ما تنساوش بان الطبقه الوسطى من معوز الى وسط وسط راه تعطى الرقم 51% لهذا، راه معنى ان على الاقل النص ديال هادو راه ما يمكنش يعني تعاود تجعلهم انهم يكونوا مضرورين بهذا النظام.